تترقب جماهير كرة السلة الأردنية هوية بطل دوري الموسم الحالي الذي يمكن أن يكشف عنه مساء غد الاثنين في اللقاء الرابع بين الأرثوذكسي المتقدم بثلاثة انتصارات مقابل انتصار لمدارس الاتحاد ضمن المرحلة النهائية للدوري، حيث يحتاج الأرثوذكسي للفوز ليعلن عن نفسه بطلاً، فيما انتصار الاتحاد سيؤجل الحسم للجولتين المقبلتين. المواجهة التي ستكون ذات طابع خاص، ولكن الظروف تختلف كون الأرثوذكسي يلعب على أكثر من احتمال، فيما الفوز هو احتمال الاتحاد الوحيد للبقاء في المنافسة. أوراق الفريقين مكشوفة لبعضهما البعض بعد أن تواجها لأكثر من 8 مرات هذا الموسم، ولكن ستميل الكفة لمن يستثمر الفرص ويكون أكثر انضباطاً داخل الملعب. ونجد المطامع والأشواق لمعانقة اللقب طموحاً مشروعاً سواء للأرثوذكسي الباحث عن العودة لمنصات التتويج وأيضاً لمغازلة عراقته باللعبة، وهو أحد أهم الأقطاب في كرة السلة الأردنية، ولكنه غاب طويلاً عن الألقاب في السنوات الماضية، فيما يسعى الاتحاد إلى إنجاز يدعم وجوده بين كبار السلة الأردنية.